إيه مدى قوة موقفه من الناحية القانونية؟ لا ينبئك قدر خبير، وخبيرنا القانوني الكبير الأستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني للنادي الأهلي. أستاذ محمد أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير يا باشمهندس عادل. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير وكل مشاهدينك الكرام بخير، وقناة النادي الأهلي بخير دايما يا رب. صوتك كويس كده، يعني طالع من صيام ما شاء الله. الحمد لله. طيب قول لي، حضرتك تابعت طبعا قرار مجلس الإدارة. بالطبع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللي تحفظ وتحمي حقوق النادي، وهتبدأ هذه الإجراءات تدريجيا، أولا بتظلم اتحاد الكرة من قراراته المتضاربة اللي أضرت بالنادي الأهلي، ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية. والإجراء الأول بالطبع هو إجراء لازم، يعني مسألة تقديم تظلم من ناحية شكلية درجة من درجات التقاضي تبدأ بيها التظلمات، ده أمر واجب لاتخاذ خطوات لاحقة. تمام. ثم طبعا مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ده طبقا للائحة اتحاد الكرة المنشورة في الجريدة الرسمية. والأهلي بيطلب طلب واضح ومحدد، إلزام الاتحاد بإنهاء المسابقة قبل 30/6. مضمون الإجراءات اللي اتخذها بالطبع، هو النقطة دي مهمة جدا، لأن أنا الحقيقة لسه كنت هسألك، إحنا لينا طلبات وإيه هي؟ بشكل محدد كده طلباتنا إنهاء المسابقة قبل 30/6، وسبق للنادي الأهلي إنه خاطب اتحاد الكرة بموجب كتاب رسمي في عدة مقترحات فيما يخص أزمة الدوري، ومن بينها استعدادنا للعب بدون اللاعبين الدوليين، وده أمر سبق لاتحاد الكرة في أكثر من مناسبة قبل كده، اللعب بدون الدوليين، لأن استمرار المسابقة لما بعد انتهاء أمم أفريقيا ده أمر يضر بالنادي الأهلي ضررا شديدا، لأن هيتعذر على النادي إرسال القائمة الإفريقية، وبالتالي في مواعيد محددة لهذا الأمر، ودي مسألة بتضر بالنادي الأهلي ضرر شديد. تمام. طيب انت استنادك على انه في ضرر مادي هيقع على النادي في حال تاخر القيد لبعد هذا الموعد. لا، اضرار ادبيه واضرار فنيه واضرار ماديه تعاقديه طبعا. بالطبع واضرار اداريه، في ظل ان الاهلي بيطلب طلب محدد، الطلب المحدد دوت مبدا اللعب النظيف، مبدا تكافؤ الفرص بين المتنافسين. في الفترة الأخيرة احنا تلاحظ ان هناك بالفعل ده موسم استثنائي، ده أمر معلوم، لكن هناك عبث بجدول مسابقة الدوري، المسألة تشعر كأنها تسير بلا تخطيط وبلا نظم، ومسألة أقرب لكونها تأتي على هوى البعض بعيدا عن العمل المؤسسي، وده أمر يخالف القواعد اللي أرساها الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي واجب على الاتحاد المصري الالتزام بها، وهو مبدأ العدلية التنافسية أو العدالة في التنافس، وعدم التفرقة بين الفرق المتنافسة أو بين أعضاء الاتحاد. طيب الأهلي بيطالب بإنهاء الدوري قبل 30/6، احنا النهاردة بنتكلم في 6/6/7/6، هل في وقت كافي لنظر هذا المطلب او هذه المذكره او هذه القضيه في هذه الاروقه اللي النادي بيلجا لها، سواء لجنه التظلمات او مركز التسويه، في وقت كافي قبل 30/6؟ نامل ان الوقت، اعتقد ان الوقت كافي لانهاء الدوري في هذه الفتره، احنا عندنا مده كافيه، وخلينا احنا بنسلك كل الطرق القانونيه والطرق اللي بتحافظ على حقوق النادي الاهلي وعلى الرياضه المصريه، وما زال الامر بيد الاتحاد ان يعيد النظر في هذه القرارات التي اتخذها، اللي في الحقيقه ما بتلحق ضرر بالرياضه المصريه بشكل عام وليس النادي الاهلي فقط. من بكره هيبدا النادي اتخاذ هذه الاجراءات؟ ان شاء الله بكره هيتم تقديم
التظلم، لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ونسلك كل الطرق القانونية اللي احنا أشرنا إليها انتهاءا بالمحكمة الرياضية الدولية. طبعا تصاعديا، يعني مش هتروح للدرجة ديت إلا لما تستنفذ. لا طبعا هننتظر نشوف التظلم، هننتظر التظلم ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي ثم المحكمة الرياضية الدولية، دي خطوة لاحقة وأخيرة. تمام، نورت المحكمة يا أستاذ محمد. شكرا يا أستاذ. أظن قبل ما تمشي مش عايز أعرف. اتفضل يا باشمهندس. مش عايز أعرف غير أنك تقول لي أيوة ولا لا. أعتقد أن هناك أوراق ما زال الأهلي يحتفظ بها قد تحدث مفاجأة. بالطبع نعم. شكرا. شكرا جزيلا للأستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني للنادي الأهلي. و